بدأت الدولة في ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد توفير ما يقرب من 150 ذبيحة سودانية. يأتي هذا بالتوازي مع استقبال مصر خلال الأيام الماضية نحو 4000 رأس ماشية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية بكميات وفيرة وأسعار مناسبة. استعدادا لموسم عيد الأضحى المبارك، بدأت الدولة في ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد توفير ما يقرب من 150 ذبيحة سودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، بالتوازي مع استقبال مصر خلال الأيام الماضية نحو 4000 رأس ماشية. في لحم سوداني جاي لنا، احنا طبعا بيجي في مزارعنا عشان خاطر يتغذى على المزارع بتاعتنا، هو الكيلو نازل ب 195 لحم بلدي طبعا، وزي ما حضرتك شايفه في اقبال شديد جدا على اللحمه، يعني لو نيجي نقارنه بالسوق الخارجي ده في ما فيش وجه مقارنه خالص. تقريبا بمعدل يومي متوسط ضخ العجول في الشركه 150 عجل، بيتسلموا شقق يعني بنص العجل بالطول، فاحنا واخدين 300 شقه عجل، فبننزل في كل المجمعات عشان يبقى في عداله في التوزيع، بندي لكل فرد 2 كيلو. الناس بتترتب، مفيش حد بيسبق حد بالدور، الناس ابتدت عشان هي محتاجة اللحمة دي بالسعر ده، التزمت جدا جدا، وكل واحد بياخد اللي هو عايزه. إقبال كبير من المواطنين لشراء اللحوم السودانية والتي سيتم توزيعها وفقا لجداول زمنية على أكثر من 800 فرعا لمجمعات النيل الاستهلاكية، بما يضمن تحقيق التوازن في المعروض وتلبية احتياجات المواطنين. توفير اللحوم للمواطنين عن طريق المنافذ بتاعة المجمعات، عندنا أكثر من 170 ولا 180 منفذ في مجمعات النيل كلها، بيتم ضخ كميات منها، كميات معقولة جدا وموجودة في المجمعات الاستهلاكية. يعني على سبيل المثال النهاردة حضرتك شايفة اللحمة منزلة، نزل لنا 4 شقق وموجودة للمواطنين وبأسعار مناسبة جدا، تقل عن السوق الخارجي مش أقل من 25-30%. جهود مبذولة من أجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية بكميات وفيرة وأسعار مناسبة في مختلف المواسم والمناسبات، تخفيفا على كاهل المواطنين. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.